كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبره جامدة. أقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. أنت بتحلمي، إحنا مش هينوبنا إلا ملاليم. ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد، إحنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة، يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه مللي. لا ده ظلم. 6,000,000 جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطة. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مجلس الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومة بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الانسان مجموعة اوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسة، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العملية دي علي انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطرة ولا حاجة، وحتى لو كانت خطرة، خطرة عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ انا موافق، انا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود، وكل المواصفات منطبقة عليه، غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! فيها يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسألني؟ العلم عند الله! ده مسك دفتر قباني من هيني ولا هتقول الواد شعبان من هيني؟ تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد، وهيتقسم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسة. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوة، الابادي بيقول كده وانت مسؤوليتك البهايم. طب مش لما تيجوا تثبتوني الاول تبقوا ترسموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله، بلاش غلبة بقى، لما البند في الميزانية يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه، انت هتقلب دماغي بقى؟ اتفضل يا سيدي روح شغلك. اللي بيحصل ليه ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي اهو. شعبان مين؟ ابويا عبد الواد. اهلا اهلا اهلا. سلام عليكم. شاي يا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي يا ولا. مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. تعالى دي فيها 4 ايام خاص، الماهيه تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمة الغطريفي ماني فاهم حاجة، أنا عايزك تقول لي الكلام من الأول عشان أنا فهمي تقيل شوية. هتقف قدام الموثق، هيقول لك أنت فريد، تقول له أه، والباقي علينا إحنا. أقول له أه والباقي عليكم أنتم؟ كل حاجة معمول حساب. بمنتهى الدقة. أنت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم. وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما فلوس الغطريفي بيه اللي كسبها بعرق جبينه تروح تستنى في العيلة. طب هو يعني المبلغ كام؟
انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. لا لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شوية. خلاص خليهم 3000، ولا أقول لك 4؟ لا يا شيخ، 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخواني، أنا هلعب معاكم اللعبة دي، بس آخد نص الورث. أنت مجنون؟ لا حرام، وأنتوا كمان حرامية، ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. خدتكم بعافية. السلام عليكم. تعالى رايح فين؟ سيبيه، خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا، غور في 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهيه.